مساء الخير واهلا بكم الى موجز الانباء من الميادين. اكد مسؤول تركي ان قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الاسعد يعالج الان في تركيا. المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه اشار الى ان الاصابه ادت الى بتر ساق الاسعد، الا ان ذلك لا يرتب خطرا على حياته. واصيب الاسعد بعبوه زرعت داخل سيارته في مدينه الميادين بمحافظه دير الزور شرق سوريا. مسؤول الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر فهد المصري قال من جهته أن الأسعد في حالة خطرة وقد بترت ساقه وأن صحته غير مطمئنة وقد يؤدي هذا التفجير إلى وفاته. نموت. نموت. أبو أسعد. تعالج وهو في صحة جيدة. العقيد رياض الأسعد. أبو أسعد تعالج وهو في صحة جيدة والحمد لله. تم المشافي الميدانية.